اجي وفاتح لك مصرف تسليف انا لعب على القصه بعدين مين لك انه انا باخذ فايز وليش هيك عم تحكي معي هيك غسان بيك شو نسيت انه صار لي عم بخدمك 20 سنه شبابي وعمري كله فنيته بهالمشغل ولا بي غسان بيك يعني معقوله بعد كل هالخدمه ما يطلع لي اتدين هيك مبلغ صغير يا سيدي يا ابو غالب يا ابو غالب انت بتمون مو بس علي على المعمل كله انا ما قلت شيء بس المشكله انه بالوقت الحاضر ما بقدر اعطيك هيك مبلغ ليش غسان بيك لانه ما في سيوله ما في منوب كل مصاري بالسوق انت بتعرف قديش قلنا بضاعه مع التجار اكثر من 5 ملايين ليره وكلها مفروده بالسوق وبالدين قديش عم نلم جمعيه يا حزرك يا دوب 200,000 وبتعرف قديش علينا التزامات وجمعيات وحق خيط وقماش يعني كل خميس بنقبض 200 وبندفع 300 والسوق شوفت عينك ميت بقى منين بدي جيب بصراحه اكثر اشكروا ربكم واحمدوه يلي عم بقدر اعطيكم معاشاتكم بقى روح هلا ساوي لي فنجان قهوه ولا بتغني قدامي هيك مواويل بلا ما بتبعد بالك بالضو ارسلوا والفرش فرش ما بده شيء وي حقه مش هدول 20,000 السلام عليكم والله معك هو هيك قال هيك قال وقال منيح اللي عم يقدر يعطينا معاشات ينعطى لطشه ان شاء الله شو عم يعطيك حسنه على باب الجامع هو وقال شو سيوله ما معه مع اني شفته بعيوني هدول عم يدفع 20,000 ليره حق ضو سيارته يلي ضربه من يومين بالحريقه والعمل هلا منين بدنا نجيب مصاري خايفه سقف المطبخ يتطربق فوق راسي لا لك حل ابو غالي تروح من بين ايديك ها يعني شي يوم بتفيق بتلاقيني مدفونه بالحياه بين الاطرميزات والصحون والطناجر